راه كاين رابور اللي اداني فاس فاس و تندير له رياكسيون ما عنديش المشكلة صح. اهو يو السلام عليكم الدراري، معكم يوسف بوسحاق في يوم جديد و فيديو جديد. اجي نفكركم اليوم الدراري، شحال هادي ما درت شي حلقة، فاجي نفكركم اليوم معنا واحد الضيف اللي هو سبيسيال المونس العالم الاخر. عارفك كتكون مصدوم في هاد اللقطة هادي، عارفك حيت ما تنديرش رياكسيون للمونس، ولكن دابا غادي نشرح لكم بلان خفن زربان الدراري. اي رياكسيون تنديرها على المونس تضرب سترايك، عندي جوج ديال لي سترايك غير من عند المونس صافي. تنصيفط له ميساج في انستغرام ما تيجاوبش عليها صافي، راكم عارفين ثلاثه لي سترايك تتمشي لكلاشين. دابا بقى لي سترايك واحده انيلي، ما تبقاش تشوفني تندور هنا في اليوتيوب الدراري. هادشي اللي كاين جايز، او المونس العالم الاخر اليوم غادي نديرو له. اجي نفكركم حيت التراك هذا ما فيهش الكوبي رايت، حيت بزاف ديال بنادم داير الفيديو عليه وكذا، الا لا كان شي مشكل عندي انا ما عرفتش. سو جايز باش ما نطول عليكم اجي نفكركم. ما تنساش لوكتي اول مره تشوفني مالك الا انا كتبت لتحت فرق قاعدين ما ديك سبسكرايب، دير ديك جرس باش تكون من الاوائل تشوف فيديوهات ديال يوسف بوسحاق. تحول عندي الانستغرام اللي هو bosحاق.prod، تما غتلقاوني ديما كاين تما. والدراري ديروا لايك، ولا دير ديزلايك باش الفيديو يطلع لواحد اخر ويتفرج فيه. هادشي اللي كاين الدراري، وكيف ما العاده يي اهو رش سكو. ديريكتد باي محمد مشكور، والمونتاج ديال واحد الدري، وهذاك الدري اللي هو المونس نفسه، حيت المونس اكثر ديال الفيديوهات ديالو هو اللي داير لهم ليديت بلا. الكومبوزيتور عشير نيغافون، عشيرين نيغافون. نيغافون مؤخرا تصالح هو وياه، كانوا بانوا شي ستوريات وكان طلع هو وياه في اللايف وتصالحوا، والنيغافون لاح لكم واحد البروجي واعر. تشيكيو البلان الدراري عنده في اليوتيوب حيت فريمون داك السطي الساعة. بيس. متابع الشيطان توما سلمو لا غيشدو جيكار، راكا مكرناش غا شيكاغو شيكام، لا ما تعكش علينا بشي بوشونو كان، حنا اللي راس منا راحت البالو كان، انا اللي باز ناس بابي كان، قلنا حيدو الشفرة حيدو الميكات، قيمي 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 جرام ودكات. جايز البلان على المونس، المهم دابا عرفتي شنو، انا خد راحتي في الهضرة معاكم حيت المونس ما تنديرلوش رياكسيون. انا خد دابا اي حاجة عندي مع المونس غادي نقولها لكم الدراري. المونس فريمون واحد الساط اللي تيعطي الكتابه حقها، فهمتي؟ يعني ملي تيلوح شي بروجي المونس عارف الكتابه غادي تكون مهربنه ديال بصح، ابار الفلوات ولا ابار التقصار ولا التكنيك ولا لانستخي ولا شي حاجه. يعني في البروجي اللي تيحط اول حاجه تتفكر بها هما انهم الليريكس غادي يكونوا مهربنين ديال بصح، يعني الساط تعطي بحال التراك اللي ما درتلوش رياكس ولا امباض هذاك الاخر ديال الكلاش ايرور فيرسو 2 ايوري فيرسو 2، انا قلت ايرور كاع مبواق معايا يلا فايق الدراري. يعني المونس هاد القضيه دي فاش عجبني الليريكس مهربنين ديال بصح، وخصوصا في التراك هذا انا كنت مفهمتش معاني تنتمزك المونس واللعيبات، ورجعت لهاد التراك هذا ويبان ليا وانا نتشيكي، قلت هذا صافي غادي يبان معنا في الحلقه ديال اجي نفكركم. واحنا دوزنا ما قد ما سكرنا ناشقو في الكاس، قد ما تفكر تربي ندمع وكاس، قد ما تفكر تربي ندمع وكاس، حنا اللي صالرنا كيمشي قبل لوكاس. ما بغيتش نعيش ماتا، ما بغيتش نتيح حتى السما دي في سباتا، تلاش غنصبر وجدي شتو ماتال، كيتيقو الشيطان واخا عمرو ماتال. شي كيتقال من القلب داكشي علاش عمرني فكرت وندمت، روافا الكادر راجل قلب لي البنت، شحال قدني قدني نوراك ونمت. ما كيحسوش حيت ماشي نام عرفتي. والرفران عنده واحد الفايب مهربان ديال بصح بالرجوله، مهربان ديال بصح الرفران، يعني حاول انك تعيش معاه الطير. هي فريمون التراك كامل، شوف لا بقيتي مقابل غير الفيديو راه غادي تفهم الليريكس اوتوماتيكمون، غادي يوريك بنادم كيفاش يعيش كذا اللعيبات، هو التفكير ديالو كيفاش. يعني فريمون بروجي اللي مقود ديال بصح، وتلاح في 2017 الدراري. احنا بدينا نرجعوا ل 2000 حيت فريمون اجي نفكركم راه اجبت فيها التراكات ديال 2017، قلال التراكات اللي تلاحوا في 2015 اللي مقودين واللي مهربنين وكدا، حيت اكثر ديال بنادم اللي متبعني دابا قليل فينا تلقى البنادم قديم في الراب اللي كان تيتفرج من شحال هادي، فهمتي؟ حد بنادم حدو 2017 للفوق، فهمتي؟ حيت ملي تنقول لهم شي واحد نديرو له اجي نفكركم وكدا، تتجبدها الجينيراسيون ديال الحليوه
ديال الان كول لعيبه المهم زاو سيري انتم راكم عارفين دوقني ماشي بنادم ماشي بنادم للي نموتو حيت ماشي بنادم ماشي بنادم ماشي بنادم العالم الاخر دينا العالم الاخر العالم الاخر دينا العالم الاخر العالم الاخر العالم الاخر زاني زاني نار غندير العقا غنكور تنسابي نعيط لخوتي يعيشو لحسابي عطيني غمي وغزلانتي ونساني هاد النويط هاد الكوبلي هذا احسن بنش لاين كاين في التراك هذا كامل هو هذا اللي بدا به هاد الكوبلي هذا علاش انا نقول لكم بغيت اللسان ديالي انساني فهمتي حيت فريمون اللسان ديالو مقود يعني قاصح فهمتي زاني زاني نار غندير العقا نهار غندير العقا غنكور تنسابي غنكور تنسابي نعيط لخوتي يعيشو نعيط لخوتي يعيشو على حسابي زعما كاين فهمتي العشره اللي وقفوا معاه وكذا واللاعبات ما غاديش ينساهم فهمتي يعني اي يعيش معاهم كيف ما كان يعني ما يتبدل عليهم ما والو وهادشي عكس اللي شفناه طرا هو والنقافون حيت هو والنقافون 10 ديال بصح ما عرفتش المساوس اللي طراو بيناتهم وكذا حيت فريمون ما عنديش فكره وما تنبغيش ندخل في هاد الشبوقات حد حد مؤخرا سمعت باللي تصالحوا ذات سول وكان طالع هو ويا في اللايف شو لحسابي اعطيني غمي وغزلانتي ونساني باي باي العالم والجنس اللطيف ترجعتي عجبتي الامير النظيف باغي 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 تعيش بحالي خاصك خاصك بوكو ديال المصاريف باش قضي المصالح مواطن مصالح شو تكون تراك واخا تيدوي على مواضيع اللي ما تخليكش انك في فايب زوين يعني انك تتحرك مع التراك رغم انه التقصار والتكنيك اللي قصر به واللعيبات خلاك انك تموتيفي يعني يمكن لك تسمع التراك وتعاود التراك تعاود التراك تعاود فهمتي يعني ما تملش منه ديال بصح كنت صريح وكل النصائح حنا فقدنا الامال وطفوت المصابيح حنا لا تبوق انت صحيح صحيح ما اختاريتش الحرام باش نمصو راحق بالمراحق شنو نزور الرحيم فطير طير باش فهمني فطير طير طير شي نص مني ما كيحسوش حيت ماشي نعم هنا هاد الارض ديال اللفعه فهمتي يعني الفاعي يعني بنادم داير دين امك اللفعه تبقى يتلوى عليك يتلوى عليك نهار طيح فيك الضربه ما يزقلكش دين دمه حيت ماشي نار ماشي نار ماشي نار اللي نموت حيت ماشي نار ماشي نار ماشي نار العالم الاخر دين العالم الاخر انستري باي نيغافون قلتها في الاول نيغافون فريمون عنده انستريات لي مهربنين ديال بصح الصاد بنادم تي كومبوزي بلان بالرجوله وكاع التراكات ديالو والالبوم ديالو ديال فول اش نيغافول اش دي هذاك الالبوم كامل مكومبوزي هو واي انستري تنسيك في الانستري بالرجوله سو جايز هذا داروا غير على ود المنتخب وكذا واللعيبات ما بلانش يعني انا هاد التراك هذا هو اللي عجبني ديال بصح هاد المورسو الاولاني اما هذاك غير فري ستايل ثاني دونك بلا ما نحتاجوا اننا نتفكروا ولا شي لعيبه سو جايز هذا فريمون هاد البلان هذا مقود عند المونس وهذا درت لكم نتوما الناس اللي عندي فلاشين واللي عزيز عليهم المونس واللي تيتمزكوا المونس اللي ديما مصدعيني في الكومونتيرات المونس 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 احنا درنا لكم المونس اخوتي حيت ماشي الخاطر الدراري فريمون يعني الا كان تيشوف هاد لا رياكسيون ولا شي حاجه على الاقل انه يجاوبني باش الا كان شي حل فهادوك لي سترايك والكوبي رايت وكذا راه نبقاو نديرو رياكسيون حيت انا راه ما عندي مشكل مع حتى شي رابور الدراري بالرجوله راه كاين الرابور اللي اداني فاصا فاص وتندير له رياكسيون ما عنديش المشكله صح
فهمتي؟ يعني هادشي اللي كاين جايز. سو باش ما نطول عليكم، لك حتى اول مره تشوفني مالك الا انا كتبط لتحت فرقه ديال ما ديك سبسكرايب، دير داك الجرس باش تكون من الاوائل تشوف فيديوهات ديال يوسف بوسحاق. تلاحوا عندي الانستغرام اللي هو bosahaq.pro كيف ما العاده، دير لايك، تدير لايك من كيف ما العاده، وبيس.